أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استمرارية العمل بثبات وعزم لمواصلة الإنجاز بالمستوى الذي يصل إلى الأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة المرتكزة على المبادئ الوطنية الراسخة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تواجه مختلف المتغيرات والتحديات بفضل السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإطلاق نهضتها التنموية الجديدة والمستمدة من المبادئ الثلاثة للرؤية الاقتصادية 2030: الاستدامة، التنافسية، والعدالة، عبر تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية ومحرك أساسي للنمو. وأضاف سموه بأنه ضمن مساعي تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني وقوته في إطار الانطلاق الجديد له بناء على الفرص التي تم بلورتها، فإن العمل مستمر نحو تحفيز دور القطاعات غير النفطية وتأكيد إسهاماتها التنموية، مشيرا سموه إلى دور القطاع الخاص في حركة البناء والتنمية وخلق فرص عمل نوعية خاصة، وأن هذا القطاع يمثل المحور الرئيسي في الاقتصاد البحريني، وأن تقديم كافة التسهيلات له وتعزيز البيئة الخصبة لزيادة مبادراته نحو تعزيز المكانة الاقتصادية هو أمر مهم. مؤكدا سموه أن الفترة الماضية شهدت إضافة عدد من الخدمات والتسهيلات المتصلة بهذا القطاع عبر التوظيف الأمثل للمنصات الإلكترونية، والتي من المؤمل التوسع فيها بما يخدم المواطن وكافة القطاعات الحيوية. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى مجلس عائلة الدوسري ومجلس عائلة الكوهجي ومجلس أبناء المرحوم عبد الجبار الكوهجي وأولاده، منوها سموه بما يتمتع به شهر رمضان المبارك من تواصل وتآلف عبر الزيارات الرمضانية، والتي تعزز عادات المجتمع التي ورثها الآباء والأجداد. كما أشار سموه إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تغطي كافة القطاعات الحيوية التي تصب في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في ترسيخ الموقع الاقتصادي للمملكة والتنافسية فيها وخلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز من دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بزيارة المجالس في رمضان، وحرص سموه على المصلحة للوطن والمواطن بما يلبي تطلعات المنشودة.